التوكل ما هو؟ توكل 是什么？ هو صدق الاعتماد، أن تكون صادق لا كاذب في اعتمادك على الله سبحانه وتعالى. 这是对安拉的一种真诚的相信。 تثق 100% لا تشك في أن الله سبحانه وتعالى ميسر لك هذا الأمر. 是对安拉完全的归信，没有一丝毫的怀疑。 وتأخذ بالأسباب تعمل. 按照安拉规定我们的缘由去做事情。هذا الأخ يريد يحفظ القرآن. 有一个人想要背记古兰经。يقول. 他说. أنا متوكل على الله. 我投靠安拉。 ننظر هل هذا التوكل صحيح أو لا؟ 我们看一看这样投靠对不对。 نقول هل أنت صادق في اعتمادك على الله؟ 这是真诚的投靠安拉吗？ أو كاذب؟ 或者是虚伪的。 يقول أنا صادق. 他说我是真诚的。 هل أنت موقن 100% أن الله ميسر لك القرآن حفظ القرآن أو تشك 1%؟ قال لا أشك أبدا. 他允许有一点的怀疑吗？ 不应该有怀疑。 هذا الثاني الآن. نعم. قال نقول له هل أنت تأخذ بالأسباب في كل يوم تراجع وتحفظ ولديك شيخ تعرض على القرآن؟ قال نعم أنا أخذ بالأسباب كل يوم. 还要问他是不是 投靠安拉，同时是不是寻求所有的缘由，也就是塞拜，每天复习古兰经，背记古兰经，等等。إذا هذا متوكل. 这是真正的投靠。 إذا كان يلعب لا يراجع لا يحفظ هذا ليس بمتوكل. 对于有一些人，他只是嘴上说了投靠，但是每天去嘴上投靠安拉背古兰经，但是每天去玩，不去记，不去真正的记。 和背古兰经，这不是真正的投靠。نعم.